العديد من النقاد اعتبروا انه ترجي تفوق بالاجانب نتاعو واستغل القانون نتاع اللاعب المغاربي وانه معناتها ماهيش اكتاب لانه ترجي يستعمل 19 ملاعبيه اجانب في حين انه يعرف المرسين نتاعو معناتها يمروا بمشاكل ماديه وغير قادر على انتداب الملاعبيه اللي نجم يتدابهم الترجي. نتخيل اني مانيش نجاوب فيك انت لانه باش نقول انا سؤالي صحفي راه لا لا سؤالك صحفي معناها قل لي راه هذا ما يتردد لاني كان باش نجاوبك انت باش ندخل معك في خلاف انت لانه معناها عيب باش نقول الكلام هذا معناها نجيو الجمعيه كي الترجي الرياضي التونسي يقولوا لها فما ناس عندهم ازمه لازمك انت تفهم الازمه هذه وما تعملش انتدابات وكلمه انت قلت استغل القانون علاش ما تقولش الترجي الرياضي التونسي طبق القانون استغل ديجا كلمه كاينها فيها نوع من القانون استفاده يعني استفاده من القانون قانون على الناس الكل قانون موجود هذا وخلنا نوضح لهنا القانون هذا تعمل عنده عام ونص السنه الميركاتو هذا ثالث ميركاتو موفر للجمعيات باش يستعملوه ما فهمتش علاش انا بعد تروزيام ميركاتو بعد عام ونص الناس فطنت تو فطنا فما قانون معناها وباش نزيد نوضح لك اكثر الترجي الرياضي التونسي السنه الفارطه لعب راهو بست اجانب في الميدان الناس اللي تنسى نجم نسميهم فرانكوم كوليبالي لوكوزا يوسف البلايلي يوسف البلايلي حمدو الهوني شكون مازال طيب مزيان طيب المزيان يا معناها من القانون هذا معمول الناس كل بالعكس انا راه فيه قانون وجمعيات الاخرين راهو كان نعمل ما نحبش انا كيما قلت لك نسمي جمعيات ولكن لو نعمل الجرد في انتدابات الفرق الاخرى للاعبين اللي ما نجحوش ومن نفس الناسيوناليتي يعني فما ذنب الترجي الرياضي التونسي لما انتداباته تنجح والترجي الرياضي التونسي يقوم بانتدابات قائمه الحقيقه ستان فو بروبليم معناها يفو ميو سانتيريسي ا ساميليوري ونحسنوا روحنا خير من اللي ديما نقولوا لا فوتو زورت شبيه هذاك شبيه هذاك احنا لاهين نخدموا على رواحنا مانا لاهين بحد هذاك سر النجاح في الترجي الرياضي التونسي.